وين؟ أين المشرعون في مجلس النواب؟ وأين التشريع من السلطة التشريعية؟ في الماضي كانت ساحة النجم تعج بأسماء كبيرة من المشرعين أمثال بهيج تقي الدين، نصر المعلوف، حسن الرفاعي، ريمو إدي، حسين الحسيني، إدوار حنين، كميل شمعون، أوغيست باخوس، إدمون عيم، إدمون رزق، ناظم القادري، جوزيف مغبغب، وغيرهم من الأسماء الكبيرة في عالم التشريع. أما اليوم فيكاد مجلس النواب يخلو من المشرعين باستثناء بعض الأسماء المعدودة على أصابع اليد أمثال بطرس حرب، نقولة فتوش، فؤاد السعد، وروبير غانم. في الماضي كان الثقل التشريعي في مجلس النواب يحسب له 1000 حساب، أما اليوم فرحم الله التشريع والمشرعين، وعلى ذلك شهد شاهد من أهله. بالماضي كان تحسي أنه حجم اللي بيشرعوا رجال القانون من الدرجات العالية، من رجال القانون يعني أحسن ناس بمجتمعهم، أحسن محامين، كنت تحسي أنه موجودين مجلس النواب ويساهموا ويشاركوا بعملية التشريع، وكان في ضمانة إلى حد كبير أنه في مستوى من الثقافة القانونية عند عدد كبير من النواب أنذاك. اليوم بكل أسف تحسي اسم من المحامين، أكيد محامين معهم شهادات بس ما عنده الثقافة القانونية للتشريع. يعني بالماضي وقت أنا بدي أحكي بالقانون بالماضي بعتلهم أنه في عندي أساتذة عم بيراقبوني، يعني إذا غلطت شغلة كبيرة. اليوم بيركبوا القانون مثل ما بيقلون معلمهم، يعني أو الزعيم تبعهم أو الطائفة تبعهم، ما في شيء اسمه قانون، ما في شيء اسمه مبادئ عامة بقى النواب بيحترموها بطروحات وصاروا يعهروا المبادئ العامة ما عم بحكي عن كل النواب. عشان هيك المستوى التشريعي سقط في هذا البلد الحقيقة، والحقيقة الكارثة رح تكون إذا استمرينا هيك إنه بعد 50 سنة إذا أولادنا وأولاد أولادنا قريوا محاضر مجلس النواب رح يكتشفوا في فضائح. بالأمس هكذا كانت الصورة في مجلس النواب، واليوم هكذا أصبحت. فأنا بدي أقول له هو الكلب مش أنا. اسمح لي. عليك 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 زميلنا. لا أنت كذاب. أنت الكذاب. معنا بلد الحكي. منك كذاب. أنت الحكي يا بعد. أنت رئيس مملكة بلد الحكي. عيب عليك أنت بتقعد. أنت عليك تهزيم. صار حكي هذا. فكيف ستكون الصورة غداً؟